شد وعنده فوق العشر شهور معناها وقعد فوق الشر واش راني مريتوش. بعدين من هنايا من تونس قالوا لي امشي للتحقيق متاع صفاقس. مشيت للتحقيق المحكمة العسكرية متاع صفاقس ولا بعد قداش من زيارة بس سمحنا معناها باش نقابلوه عنده هو. معناها فوق الشهر ونص وابني يجيب كله الوجه اللي نعرفه فيه ما جانيش فيه. صوابعه محرقة متاع يديه، صوابعه متاع رجليه محرقة، بدنه كله منفخ، يديه فيهم مسامر معناها ما علقوه منه. بحضور التحقيق هذا التحقيق الأول إلا معناها في صفاقس بحضور خاطر قال لي ابنك معناها ما مشيت وما نجمش نستنطق وراه الحالة اللي هي فيه الحالة اللي هي فيه. وبعد هذاك يكمل معاه التحقيق غادي صاحبني ويكمل معاه التحقيق غادي اشنو زدت مشيت وقابلته قداش مرة يا ولدي شنو الحكاية هاي هاو مش نعينوا له جلسة قعدت للساعة الحاضرة معناها توا درت العام وهو مطيشينه في الحبس كان في حبس صفاقس طيشوه في حبس المرناقلية وقالوا غادي نسوه يا أخي ما قلنا شيء كان عمل حاجة أعطيه أعمل له محكمة وعاقب كم عمل شيء وخي علاش توا درت العام وكاك مربوط واني متعذب رجل كبير أني أمه من صفاقس لتونس من صفاقس لتونس شنو اللي عملنا يا ودي اضراب جوع معناها عنده فوق نص شهر اضراب جوع عمل اضراب جوع المرة الاولى ومشاوله الغادي للحبس ووعدوه الا مش يعينوله جلسة وشنو وصبر فوق شهرين دول ثلاثة شهور وما عملوا له شيء. المرة هذه معناها تو عنده اضراب متاع جوع فوق نص شهر حتى كاس مي ما حبش يحطه فم. المطلب الاساسي متاعه معناه يحب يقول يعديوا له قضيته يعديوه على المحكمة فهمت كان عمل حاجة اخويا عاق كان عملش سيبه اخويا علاش يعني مطلب متاعه عديه على الجلسة ما عندوش حتى مطلب اخر يتحكم في محكمة مدنية ولا محكمة عسكرية لا يحب يتحاكم في محكمة مدنية. انا واحد من الشخصين ظلموني كيف ظلموني؟ تعرف خويا سني كيفاش ظلموك؟ في احداث العبدلية انا مانيش موجود في سوسة اصلا في بلادنا مانيش موجود روحت ايش عملوا ركبوا لي تهمة اللي انا موجود وحركت مركز وعملت وعتديت على عون وامن ونضربوا مولوطوف وبيا وعليه به. لما بحثت خويا وقابلت التحقيق وجبت الأدلة اللي أنا مانيش موجود الأدلة متاعي هي التليفون الأدلة متاعي الشهود المنطقة كاملة تشهد علي أنا موجود خلاك وين على النجامة قاعدين نملوا فيه فهمتني خويا مانيش موجود هنا خلاص الشهادة الثالثة عكاري كهرباء لوكاسيون فيها كجي بي اس النهار هذاك جبت وين بالضبط وأنا وين ندور بالكهرباء فهمتني خويا بينت لهم هذايا الكل إيش عملوا إيش يعملوا حسب رأيك حاليا انا عندي جلسه يعني ما فهمتش علاش الجلسه ما فهمتش علاش باش يجلسوا علي مزيد متواصل الحكايه التحقيق يعني مسيبني وما قالش اللي ويعملوا لي تحجير صفر وهذا يكون علاش ظلم مستبدد وبهتان بالله عليك لما نشوف انا الظلم هذا قدامي ويظلموا في الاخوه قدامي بالله سامحني ويعملوا في الشيء هذا كل ها شنو يحبوا بالضبط ايش يحبوا منا احنا من حد الان مانيش فاهم ايش يحبوا منا بالضبط خويا بالنسبه لادب وقضيه التحقيق يدخلوهم دق 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 ها ويحسب روحه ما شافوش ويرفض اللي شافه هذه حاجه نطلبوها اول حاجه صح قبل ما يخش ثاني حاجه اخرى شو اسمه دار الحرس نتاع تونس العوينه ها وقت اللي يهزوه راجل يعني راجل سبحان الله سقط ورا هذه سقط انديكابي يهزوا انديكابي فهمني ما يقارب على بنارش من قد ما قعد عندهم في التحقيق نتاعهم في البحث نتاعهم هم يعذبوا فيه اخي نطلب اولا ساعه اول حاجه نحمل مسؤولي صار لك تحكم التحقيق هذا ساعه اول حاجه خاطر احنا جبنا ثوره جبناها نحن بالرسمي جابها الشباب التونسي ما جابتهاش لا نهضه ولا يساريين ولا علمانيين ولا لايكين جابوها شباب تونس الشباب اللي خرج وقال لا للظلم الشباب مثقف شباب واعي راهو شباب يعرف ربي الحمد لله شكر لله هذه حاجه نطلبوه صار مسؤوليه تامه المسؤوليه الثامه الثانيه نحبوا نبينوا الحق احنا السيد هذا مرمي في السجن ليش؟ شنو التهمه نتاعو تفضل يعني نحبوا يا خويا يعملوا له جلسه يعملوا له حل وما تكون محكمه عسكريه اذا ما تحبط محكمه اذا مدنيه هما ما عندهمش ثقه في القضاء نتاعهم تسامحني ساعه
مش عندنا ثقه احنا في القضاء، مو عندنا ثقه في القضاء ولا يهبطوه جلسه يا خويا مدنيه. وقع ايقاف نهار 7 فبراير 2012، هبطوه من الطياره وجابوه لصقوه في القضيه نتاع بير علي بن خليفه اللي هو بعيد عليه، وهو بعيد عليه وقع تعذيبه، يده مكسوره وبراته هي مكسوره، وقاضي تحقيق في شافوا كيفاش يده منفوخ ومكسوره وما عمل حتى شيء، تعذب عذاب كبير ياسر. كنقول لك عذاب كبير ياسر اكثر من قبل. خلوهم قداش من ساعه، خلوهم قداش من ساعه مع تعرايه وفي الماء، يعلقوهم يضرب راسهم شيء، قال كان خايف لي معناتها يتكون لي مرض مش باهي بالضرب على راسه. ما حبوش، ما خلوناش المرضون نزوروهم الا بعد تقريبا 50 يوم. كون نقول لهم علاش، يقول لك لا دواعي تحقيق، وهو لا حتى اللي براو الساعه باش بس سيبونا باش نزوروه. هو حتى الوزير كلمه باش يعطينا الزياره، قالوا لا قاضي، قالوا لا. اليوم هو في ضرب جوع، في ضرب جوع هذه المره الثالثه. قداش عنده بالضبط؟ عنده قرابه 20 يوم. هو هذه المره الثالثه يعمل اضراب، عمل اضراب المره الاولى المجموعه الكل عملت اضراب في اكتوبر حتى نوفمبر، في المهديه عملوا اضراب، ده اضراب عادي، وبعد اضراب ودخلوا في اضراب وحشي. مع ولدي معناتها ما عادش فيه بكل شيء، انا تلوحت عليه وقلت له تو تقص اضراب، خذها بخاطر. يعني انت بيدك حاولت معاه باش يقص الاضراب لا قبل هذه المره الثانيه حاولت معاه وخذها بخاطري وقص الاضراب قبل ما يتقع له حاجه. المره هذه انا ما المره هذه مره ثالثه قال لي بابا ابعدني. يعني انت بيتك ما نجمتش تقنع؟ ما نجم، لا المره هذه ما نجمش، انا ثلاثه مرتين والمره الثالثه وما عملوا شيء. واليوم شنو هو المطلب الاساسي من المطلب الاضراب؟ الاساسي نتاع عندهم قرابه العام يا اخي، حاكم علاش خليهم موقوفين، علاش خليهم موقوفين، ما عندوش حتى دليل مادي هو اللي باش توقفه انت وتقدم وتعطيه تهمه، عديه المحكمه خليه هي تصف، كان مش تحكم عليه حاجه خليه تحكم عليه، كان سيبه خليه سيبه، علاش خليه موقوف هكاك، علاش خليه فيه موقوف، انا ممكن معناتها ما يحكم عليه حتى شيء الحاكم وانا قاعد في السجن، حتى البينا المحاكمه، محاكمه عادله. فما اللي يديه واحد عامل عمليه على يديه وبالمساسك علقوه سواع ما هي سواع، ومسكين مشى توا تضر، شوف كيفاش باش يعاود يداوي. فما اللي كسر له ضلع، فما واحد متضرب، الواحد عنده كل وقفه، شنو واخر؟ شنو اللي يحبوا اخر يحب الشعب يعملوه؟ شنو اللي عامله هو؟ شنو اللي شديت عليهم انت باش تعاملهم بالمعامله هذه؟ التيار السلفي اللي كما نقوله هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن السلفي العكس، هو متهم حتى لو ثبتت، لو لم تثبت إدانته هو متهم حتى لو ثبتت براءته. اليوم الوقفة هذه ما كانتش مبرمجة وقفة، هي شبه وقفة احتجاجية، ولكن دعت لها الحالة الصحية الخطيرة اللي يمر بها أخونا آدم بوقديدة، فجاءوا اخوته الكل، جاءوا الشباب الكل اللي يعرفوه واللي ما يعرفوهوش، نصرة لخونا هذا، وحتى ما تتكررش مأساة نتاع محمد بختي اخر، ولا مأساة نتاع بشير قلي اخر، الضحايا ضحايا نتاع الظلم هذا. احداث بير علي بن خليفه الشباب اللي كما خونا ادم، خونا ايمن الحذيري زاد في الامويت، زاد هو نفس الحاله، ولكن خونا ادم حاله اخطر، اللي هي أكثر من عام الناس الآن، أكثر من عام ما فماش حتى تهم رسمية، أكثر من عام ما فماش حتى محاكمة، الناس تعمل في إضراب جوع تطالب بمحاكمة، أكثر شيء من هك، لا نطالب كما فعلوا برشا ناس بإطلاق سراح ولا سيبونا، محاكمة عادلة. هذا المطلب الأساسي. المطلب الأساسي المحاكمة العادلة، ولكن المحاكمة العادلة عندها شروطها، واللي هي الشروط المعقولة، أول محاكمة عادلة للمدنيين إنها ما تكونش في قضاء عسكري. مش معقول بعد الثورة سميناها ثورة حرية وثورة كرامة، واحد إنسان مدني ويحاكمه قضاء عسكري، حتى في وقت بورقيبة ولا وقت بن علي ما كناش نشوفه مدنيين في القضاء العسكري. المطلب الثاني يتعاود التحقيق الكل من لجان مستقلة، لأنه فما جهات مشبوهة في الداخلية أو في القضاء العسكري أو في معناها في الجيش الوطني، فما جهات مشبوهة
تقاريرها لن يصدقها أحد ولن يقبلها أحد. نطالب بلجان مستقلة تبحث في كل هذا، خاصة أن كل التقارير وكل الأبحاث وبشهادة منظمات حقوقية كما منظمة حرية وإنصاف وبشهادة حتى المعنيين بالأمر نفسهم، اللي الشباب هذا تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب. لما نقولوا أبشع أنواع التعذيب معناها الدجاجة المصلية والصعق الكهربائي تعرضوا للشباب هذا، معناها الأبحاث كلها غالطة. بل بالعكس نطالبوا نحن بمحاسبة الجلادين اللي مارسوا التعذيب بعد الثورة. التعذيب هذا حتى الحكومة نفسها على لسان الناطق الرسمي لم تنفي هذا، بل وزير حقوق الإنسان أكد قال أن هناك شبهة كبيرة لوجود حالة التعذيب. نحن نقولش فما شبهة، هذا يقين، هذا الأثار مازالت موجودة والتقارير الحقوقية مكتوبة ومعروفة وتسلمها. فلهذا المطالب باش نلخصها، أولا لجان تحقيق مستقلة، ما تكونش فما محاكمات عسكرية للشباب هذم، وثالثا يتعاود التحقيق من الأول جديد.